اتمنى تعملوا اشتراك في القناة بتاعتي الاولانية. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها هانا جرين، بنت في سن المراهقة وعندها 15 سنة. هانا عايشة مع باباها جيك ومرات باباها آن، لكن بسبب بعدها عن مامتها هانا بتكون مش متزنة في تصرفاتها، لأنها بتسهر بره البيت كتير وبتشرب مشروبات وحشة وحبوب ممنوعة وبتدخل على مواقع التعارف وبتتعرف على ولد غريب. الولد ده اسمه تومي ميلر وعنده 18 سنة، وعشان هو أكبر منها بيقدر يستغلها وبيعمل لها صور وحشة وبينشرها على النت. ده بيخلي باباها ومراته اللي بتحبها قوي بيزعلوا منها جامد جدا، وبيقرروا انهم يودوها معسكر صحي للتأهيل عشان تقدر تبطل ادمان، وهم يتصرفوا مع الولد اللي عمل كده. وفعلا مامة الولد بتروح على بيت هانا وبتطلب من آن انها تسامح ابنها على اللي عمله مع هانا لانه اتفصل من مدرسته، لكن آن بترفض وبتعرفها ان المفروض ابنها يكون في السجن اصلا، وانه خرج من القسم لعدم كفاية الادلة والمفروض يكون عقابه اكتر من كده بكتير. هانا بتوصل المعسكر وبتسلم كل حاجاتها الشخصية وتليفونها كمان، وبتقابل ميس أستر مديرة المكان واللي بتسألها شوية أسئلة عن حياتها عشان تقدر تساعدها في الأيام اللي هتقضيها في المعسكر. لكن هانا بتكون زعلانة ومتأثرة قوي وبترد ردود قصيرة وغامضة، بس المديرة بتقدر حالتها وبتواسيها وبتطلب منها ترتاح في أوضتها شوية. وبيكون جيك قاعد مع هانك المشرف بتاع المعسكر. جيك بيسأل هانك عن هانا وهتقعد في المعسكر قد ايه. هانك بيعرفه انه ما يقدرش يحدد لها مدة معينة، وبيعرفه انه مسموح لها بمكالمة عائلية كل اسبوع. هانك بيطلب من جيك انه يحاول ينهي الخلافات مع مامة هانا عشان ده هيكون مفيد ليها في فترة العلاج. بعد كده هانك بيروح يتمشى شوية مع هانا وبيعرفها ان هو هنا في المكان من زمان، من بعد ما خسر عيلته كلها في حادثة عربية، لكن هو مبسوط عشان لقى عيلة تانية، وان العيلة التانية دي هي كل الموجودين في المعسكر، وهو مبسوط قوي عشان هانا بقت واحدة من عيلته الجديدة. تاني يوم هانا بتبدأ يومها مع كريستال المرشدة بتاعتها، واللي بتاخدها في جولة في المكان وبتعرفها القوانين بتاعت المعسكر ومواعيد الفطار وباقي الوجبات. كمان بتعرفها انها لازم تهتم بغسيل هدومها لانها هتغسلها بنفسها، وبتوريها الاسطبل بتاع الخيول وبتعرفها انها هتراعي الخيول اللي في المكان. لكن هنا بتلاقي حصان حاطين على وشه قناع، فبتسأل كريستال هم ليه حاطين قناع على وش الحصان ده بالذات. كريستال بتقولها ان الحصان ده اسمه بيتسي وانهم بيقولوا انه عض حد قبل كده. بعدها كريستال بتاخدها وبتروح على المطبخ علشان ميعاد الفطار، وبتعرفها على جدول الاعمال بتاع المعسكر. جيك لما بيرجع البيت بيراجع تليفون هنا وبيشوف الرسائل اللي بينها وبين تومي. جيك بيعرف ان تومي استغل خدمة تحديد الموقع في التطبيق وقدر يضحك على هنا ويوقعها في حب. جيك بيروح الشركة بتاع التطبيق وبيقابل مستر لي صاحب الشركة. جيك بيعرفه ان التطبيق بتاعه سبب مشكلة لبنته، وانه ممكن يكون سبب في مشاكل لبنات كتير غيرها، عشان كده هو بيطلب منه يمسح حساب بنته هانا من على التطبيق ده خالص، لكن مستر لي بيرفض يمسح الحساب بتاع هانا وبيقول لباباها انه ما يقدرش يعمل كده عشان دي خصوصية العملاء بتوعه. جيك ما بيعجبوش الكلام ده وبيتخانق مع مستر لي، لكن الامن بيطلعه بره. جيك لما بيرجع على البيت بيحكي لمراته على اللي حصل، وبيحكي لها كمان انه راح لتومي في المحل اللي هو شغال فيه وكان هيضربه لولا ان قدر يتحكم في اعصابه، بس جيك بيكون شايف نفسه جبان وغير مسؤول عشان ما قدرش يجيب حق بنته. لكن آن بتعرفه انه لما اتحكم في اعصابه وما ضربش تومي دي في حد ذاتها شجاعه، وانه اذا كان شايف نفسه مقصر في مسؤوليته ناحيه هانا فيقدر في الايام اللي جايه انه يصلح الامور بينه وبينها. وبنرجع لهانا اللي بتكون على العشاء وقاعده جنب بنت اسمها ستيفاني. ستيفاني بتضايق هانا فبتقوم هانا ضرباها، لكن بوني اللي معاهم في المعسكر بتطلب من هانا تعتذر لستيفاني لان بوني شايفه ان هانا هي اللي غلطانه وانها بنت متدلعه قوي. ميس استر بتتدخل وبتطلب من بوني تبعد عن هانا وبتعرفها انها تتصرف وتحل المشكله، وبتطلب منها تاخد ستيفاني على اوضتها. استر بتاخد هانا وبتتكلم معاها وبتعرفها ان بوني مشاعرها جافة حبتين. هانا بتكون معجبة بشخصية ميس استر عشان هي بتحاول تساعدها انها تاخد على المكان بسرعة، لكن هانا بتعرف من كريستال ان ميس استر موجودة في المعسكر من زمان، ده بسبب ان ابنها اللي هي حط صورته على مكتبها واللي مات بسبب قرعة زايدة من حبوب ممنوعة. بعدها هانا بتقابل ابريل الاخصائية الاجتماعية بتاعت المعسكر واللي بتعلمها ازاي تزرع النباتات، وبتعرفها ان الزراعة دي هواية جميلة وهتساعدها انها تتعالج من الادمان بسرعة، لان ابريل اتعلمت الزراعة لما كانت في فنزويلا وشافت الناس هناك قد ايه مهتمين بالزرع في كل حتة وخصوصا في بيوتهم. هانا بتكون فاكرة ان ابريل موجودة في المعسكر عشان ما معهاش فلوس ومش عارفة تعيش كويس، لكن هانا بتتفاجئ لما بتعرف ان ابريل كانت مدمنة وتعالجت من الادمان من 10 سنين.
بعد كده رجعت لدراستها وذاكرت كويس وقدرت تاخد دكتوراه في علم النفس. ممكن تشتغل في اي مكان وتكسب فلوس كتير، لكن هي اختارت انها تعيش في المعسكر عشان تساعد في علاج المدمنين. تاني يوم مس استر بتكون مع البنات في اسطبل الخيل، وبتكون كورا زميلتهم مع الحصان بتاعها اللي هي مسؤوله عن تربيته. ميس أستر بتشرح للبنات ازاي يتعاملوا مع الحصان وازاي يقدروا يأكلوه ويخلوه ياخد عليهم ويلعب معاه. ميس أستر بتطلب من هانا انها تحاول تأكل الحصان من ايدها، لكن لما هانا بتفشل بتعرفها انها لازم تقرب من الخيل اكتر، لان الخيل بتبادل الانسان نفس المشاعر، يعني لو هي خايفة من الحصان الحصان كمان هيخاف منها، لكن لما تقرب منه بحب هتعرف قد ايه هو حيوان جميل وهيحبها. هانا ما بتكدبش خبر وبتروح تراقب كورة والحصان بتاعها كاندي، وبتشوفهم هما الاثنين مع بعض وهما بيلعبوا مبسوطين قوي. بعدها هنا بتروح على الحصان بيتسي وبتشيل القناع اللي على وشه عشان تقرب منه وتهتم بيه. وفي اول يوم ليها مع الحصان، الحصان بياكل الاكل بتاعها، لكن هنا وسط كل ده ما بتقدرش تنسى تومي، فبتروح بالليل على مكتب مستر هانك وبتفتحه بالسكينه وتقعد على الكمبيوتر بتاعه وبتكلم تومي. بس هنا بعد ما بتحكي لتومي كل اللي حصل معاها الفتره اللي فاتت بتلاقيه بيطلب منها تنساه وتسيبه في حاله وانها ما تكلمهوش تاني، عشان هي بالنسبة له كانت مجرد تسلية مش أكتر. لكن مستر هانك بيكون شايف هانا، ولما بيلاقيها بتعيط بيطبطب عليها وبيواسيها. تاني يوم هانا بتكون في مكتب مستر هانك وبيخليها تكلم باباها في التليفون. هانا بتطلب من باباها انها تمشي من المعسكر، لكن باباها بيعرفها انه مش هيقدر يخليها تسيب المعسكر غير لما تخف ويكون مطمن عليها، وبيطلب من هانك انه يكمل في اللي هو بيعمله مع هانا. هانا بتسأل هانك هو ليه ما قالش لباباها على اللي هي عملته، لكن هانا بتتفاجئ لما بتلاقي هانك بيقول لها انها مش اول بنت تدخل مكتبه من وراه، وانها موجودة في المعسكر عشان ينصحوها ويساعدوها مش عشان يعجبوها. ده غير انه بيحكي لها عن بنات كتير غيرها دخلوا المعسكر وما كملوش فترة العلاج ومشوا، بس رجعوا لنقطة الصفر في حياتهم وما قدروش يتخلصوا من الادمان. بالليل بتكون ميس ابريل قاعدة مع البنات وعاملين دايرة وكل واحدة فيهم بتحكي حكايتها، ولما بيجي الدور على هانا ما بترضاش تحكي حاجة عن نفسها. بعد ما البنات ما بيمشوا بقى ميس ابريل بتتكلم مع هانا وبتكون عاوزه تعرف هي ليه ما اتكلمتش، لكن بتلاقي هانا بتعرفها ان كريستال كذبت عليهم لما حكت حكايتها مع مامتها، عشان هانا سمعتها وهي بتتكلم مع مامتها في التليفون وانهم اصحاب قوي. ابريل بتعرفها ان كريستال ما كذبتش ولا حاجه، لان كريستال لما لقت هانا ما اتكلمتش قامت حكت حكايه مامت هانا معاها، عشان هي شافتها لما جت النهارده المعسكر واتخانقت مع ميس استر ومع مستر هانك، عشان هي كانت عاوزه تاخد هانا بالعافيه من المكان، لكن مستر هانك رفض لان هانا في حضانه باباها بحكم المحكمه، وقال لها لما يكون معاهم حكم محكمه تقدر تاخد هانا. وكريستال عرفت ان هانا مش عاوزه تعيش مع مامتها اصلا. ميس ابريل بتعرفها كمان ان كريستال بتحبها قوي، ولما شافت الجرح اللي في ايد هانا وعرفت انها حاولت تنهي حياه نفسها بلغتهم على طول عشان ياخدوا بالهم منها. ميس ابريل بتطلب من هانا تكون شجاعه وتتكلم عن نفسها زي ما كل البنات اتكلموا، وبتاكد عليها انهم كلهم موجودين هنا عشان يساعدوها وانهم معاها مش ضدها. كل اللي حصل ده ما اثرش في هانا، لانها بعد شويه بتهرب من المعسكر وبتروح على الطريق وبتقدر توصل عند تليفون. هانا بتكون عاوزه تتصل بتومي، لكن هانا ما بيكونش معاها فلوس فكه، وبتلاقي بالصدفه بنت من المنطقه وبتسالها عن فلوس فكه، بس البنت بتقول لها ان فلوس الفكه في البيت، وبتعرض عليها انها تروح معاها شقتها يقعدوا شويه سوا وبعدها تبقى ترجع تعمل مكالمتها. هانا بتغلط غلطة كبيرة وهي انها بتروح مكان مع حد غريب هي ما تعرفهوش، وده بيكون نتيجته ان هانا بتلاقي نفسها في بيت صاحب البنت دي، واللي بيكون رجل عصابات ومدمن وبيتخانق مع صاحبته عشان جابت هانا معاها. واول ما هانا بتحاول تهرب بيمسكها، لكن هانا بتقدر تهرب منه. في نفس الوقت البنت بتهدد صاحبها بالمسدس. هانا بترجع على اوضتها من الشباك، بس كريستال بتكون صاحية وبتعرفها انها مش هتقول لحد على اللي شافته. اللي حصل ده بيخلي هانا تفقد الامل، بس بتحاول تاني يوم انها تروح على الحصان بيتسي وبتحاول انها تخليه ياخد عليها، لكن بتفشل، فبتحاول تاني لكن بتفشل برضه. هانا بتفضل تحاول مع بيتسي لحد ما اخيرا بياخد عليها وبيلعبوا سوا وبيكونوا مبسوطين، وبتكون ميس استر شايفه اللي بيحصل وبتكون مبسوطه هي كمان. ويوم ورا التاني هانا بتتصاحب على ستيفاني وبوني وبيقضوا اوقات جميله قوي مع بعض. هانا بتكون مبسوطه بجو الطبيعه اللي حواليها وباصحابها الجداد. وفي يوم الترفيه بتاعهم ميس ابريل بتعمل لهم حفله حلوه وبيكونوا كلهم مبسوطين جدا. مستر هانك وميس استر بيكونوا مبسوطين هم كمان لما بيشوفوهم. بعد الحفله كلهم بيتفاجئوا ان الحصان بيتسي هرب، ومستر هانك بيعرفهم انه هيروح يدور عليه. هانا بترجع اوضتها وبتكون زعلانه جدا ومحدش عارف يهديها، لدرجه انها بتجري ورا الاوضه، لكن بيقابلها مستر هانك. بس هانا بتكون زعلانه قوي وبتعيط عشان هي اللي نسيت باب السور بتاع بيتسي مفتوح، وده بسبب ان بيتسي هرب. لكن مستر هانك بيعرفها ان الخيل عندهم دايما بتهرب وبيطلب منها ما تحملش نفسها الغلط. بس هانا كمان زعلانه عشان بيتسي هي اللي كانت بتنسيها تومي، بس للاسف هي لسه بتفكر فيه.
وكانت فاكرة ان تومي بيحبها مع انها عارفة انه بيضرها، لكن هي مش قادرة تبعد عنه. وبتقول لهانك انها عارفة ان هو ده الحب الحقيقي، لكن هانك بيعرفها ان ده غلط، وان تومي لو فعلا بيحبها زي ما هي ما بتحبه ما كانش هيسيبها في محنتها دي، واللي هو سبب فيها اصلا. بعد فترة ميس ابريل بتخلي هانا تعمل مكالمة فيديو. هانا بتكلم ان وبتعتذر لها عن معاملتها الوحشة معاها طول الفترة اللي فاتت، بس هي فعلا بتحبها عشان هي مهتمية بيها دايما وما زعلتش منها. ان بيكون مبسوطة قوي من الكلام ده، وبتعرف جيك باللي حصل اللي بيكون فرحان قوي. تاني يوم هانا بتقابل مستر هانك وهو راجع بعربيته بعد ما دور على بيتسي ولسه ما لقاهاش. هانا بتكون لسه زعلانة من اللي حصل، لكن ميس استر بتعرفها انها طالما حبت بيتسي فاكيد هتلاقيها. بعدها هنا بتلاقي ميس ابريل بتعرفها انها هتطلع رحلة جبلية لوحدها، عشان هي بلغت مستر هانك ان هنا بقت كويسة وبتقدر تعتمد على نفسها. هنا بتفرح قوي وبتطلع الرحلة وبتعمل الخيمة بتاعتها وبتقضي وقتها في الرياضة والرسم، وبالليل بتولع نار وبتسرح في النجوم اللي في السماء. كل اللي حصل ده بيخلي هنا تقدر انها تتخلص من كل الهموم اللي جواها. ولما هنا بترجع من رحلتها صحابتها كلهم بيحيوها على نجاحها في الرحلة. وتاني يوم هنا بتكون بتتمشى حوالين المعسكر وبتلاقي بيتسي قدامها اللي بتروح لها على طول وبتحضنها، وبيجي يوم التخرج لهانا اللي بقت كويسة خالص وتخلصت من الإدمان وبقت إنسانة كويسة وتقدر ترجع لحياتها. جيك وآن بيكونوا موجودين وهانا بتحضنهم بكل حب، وبتعرفهم إنها مش هتزعلهم منها خالص، وبتشكرهم عشان وقفوا جنبها، وبتجي على بيتسي وبتلعب معاها وبتعرفها إنها تيجي تزورها كتير. كلهم بيكونوا شايفين هانا مع بيتسي وبيكونوا فرحانين بيها جدا. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيلم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة بتاعت الأولانية. يا رب يكون فيديو المرة دي عجبكم. السلام عليكم.